عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما. ليه رضي الله عنهما؟ لأنه هو صحابي وأبوه صحابي، هو النعمان بن بشير وأبوه بشير بن سعد رضي الله عنهما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. طبعا حديث معروف وحديث يدور عليه كثير من أحكام الإسلام. باختصار الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا إن الحلال واضح وإن الحرام واضح. الزنا حرام، الصلاة حلال بل فرض، النوم حلال، في أمور واضحة زي الشمس، وبينهما بين الحلال والحرام دول أمور مشتبهات فيها شبهة لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس مش عارف الأمور المشتبهة دي حلال ولا حرام، محتارين فيها نعمل فيها يا رسول الله. الرسول بينصحنا عليه الصلاة والسلام ويقول لنا: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني استبرأ، يعني خد بالك الألف والسين والته لما بيدخلوا على الفعل يفيدوا الطلب. يعني استبرأ يعني طلب البراءة، طلب البراءة لنفسه أو طلب البراءة لدينه وعرضه. يعني يسلم دينه من النقص ويسلم عرضه من أن يتكلم الناس فيه. يبقى أنت بعدت عن الشبهات، دينك الحمد لله لم ينقص، لأنه ممكن يكون حرام، وعرضك برضو الناس اللي شايف أن الكلام ده حرام وشافتك بتعمله هتتكلم عليك، فأنت أمنت لعرضك وأمنت لدينك. يبقى نتجنب الشبهات ولا لا؟ نتجنب الشبهات. لا، ده النهاردة في ناس عارفة أنه حرام واضح ويقعون فيه للأسف، وتلاقي بعض الناس بيتعامل بالربا، يقول لك أصل فلان قال، أصل سمعت في الراديو، أصل مش عارف. يا أخي خليها أمور مشتبهات. الناس بتقول لك ينفع وناس بتقول لك ده حرام وربا، يبقى لا، خلينا في الأحوط. فقد إيه ده؟ أصل أنت الغلطة دي كبيرة من الكبائر. وبالتالي إذا صار الأمر بين الحلال والحرام بقى مشتبه، الرسول بنفسه عليه الصلاة والسلام بيقول لك اتق الشبهات. ليه اتق الشبهات؟ ما ممكن تبقاش حرام يا رسول الله. قال لك بقى: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. انت وصلت للمرحلة دي ان فلوسك فيها شبهة، ان عملك فيه شبهة، انت المفروض تأمن بينك وبين الحرام بسياج من الورع. فالرسول بيدينا صورة جميلة قوي، بيقول لك ايه؟ كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى كل ملك ليه حمى، ممكن يسميه مرعى، ليه مرعى كده، ليه سور جميل وبيربي فيه بعض الايه الاغنام والبهائم، عامل له سور، وده الحمى بتاع الملك الفلاني، وطبعا ممنوع حد يقرب منه، ده بتاع الملك، لو قربت منه دخلت هيتقبض عليك وتتعاقب، صح ولا غلط؟ ففي بقى واحد راعي غنم كده عمال يرعى الغنم، راح مقرب حوالين الايه حوالين الحمى ده، وسايب الدنيا كلها ورايح ترعى حوالين الحمى اللي عليه سور ده بتاع الملك، اللي لو بهيمة دخلت كده ولا كده هتتعاقب. فالنبي بيقول لك كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، يوشك ان الغنم تفلت منه وتخش على الايه على الحمى او المرعى بتاع الملك. ده تشبيه جميل يا رسول الله. يبقى انت برضو ما تقربش قوي من الشبهات وتقول لا دي شبهه، دي ما فيهاش حاجه، انا ما عملتش حاجه حرام، لان غالبا هتقع في الحرام ما دام وصلت بالعدم الاهتمام بامر الشبهه. خلاص الخطوه الثانيه بعد كده هتقع في الحرام. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. ايه بقى المنطقه اللي لو دخلت فيها ربنا يعاقبك؟ منطقه المحرمات. يبقى الحمى بتاع ربنا المحرمات، واللي بيوقع في الشبهات
اكنه عمال يرعى حوالين الايه، حوالين المحرمات دي، هيقع فيه ولا هيقع في الحمى ولا لا؟ هيقع. يبقى الاولى من البدايه امري فيه شبهه نسيبه، معامله كده في الشغل فيها شبهه بلاش، لان انت طبعا مش طول الوقت عمال تسال اهل العلم، بتفاجئك بعض الاحكام وبعض المعاملات. ما دام شميت فيه ريحه الشبهه بلاش منها. ليه؟ بتامن لدينك حتى لو ما كانتش حرام. اذا كان الشبهه انا ما بقعش فيها يبقى ما بقعش في الحرام، انما لو وقعت في الشبهه غالبا هتقع في الحرام. الا وان في الجسد مضغه اللي هي القلب، اذا صلحت صلح الجسد كله. عرفنا بقى حل كل مشكله بتواجهنا في عدم مقاومه المعاصي. اطلاق البصر مش المشكله في عينك، المشكله في قلبك، ضعيف مش قادر يدي اوامر للعين اللي هي تغض البصر. سماع الاغاني مش مشكله في اذنك، المشكله في قلبك، ضعيف الايمان مش قادر يدي الاوامر للاذن علشان تكف عن سماع الغناء المحرم. يبقى ما تقولش انا مشكلتي اللي انا مش، لا، مشكلتك في القلب. واي صعوبه تلاقيها في مقاومه المعاصي بسبب ضعف الايمان اللي في القلب. يعني عايز اتوب من فعل محرم، زود الايمان في القلب. يبقى انت عندك مشكله، ولا كده اقرا قران كتير، صلي كتير، حافظ على صلاه الجماعه. تقول ايه علاقه بين دي ودي؟ العلاقه انك بتاخد وقود للقلب، وقود ايماني ينفع يدي الاوامر للجوارح المشكله اللي انت واقع فيها، فتعرف تفرمل. مش تقول لي عيني وحشه وزنايا وايديا وحشه ورجلي وحشه، كل ده ملوش علاقه. العلاقه الاساسيه القلب، اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله.